لفت نظري الكاتبات الصغيرات المصريات، شيء كويس لإثراء الأدب المصري. هشوف معاكم دلوقتي تقرير عن حفل توقيع ديوانين للشاعرة علا حويدق، واللي اتعمل في قاعة سينما الحضارة بدار الأوبرا. تقرير شنودة سعد. وسط حضور كبير من الأدباء والشخصيات العامة، احتفلت الشاعرة والكاتبة علا حويدق بتوقيع أول ديوانين لها، الأول بعنوان 20 عاما مضت، والثاني بعنوان وتسألني أين الشمس. الديوان الأول اسمه 20 عاما مضت، وده تجربة شعرية خالصة جدا، حملت أحاسيس ومشاعر نتاج سنوات طويلة، خبرات شخصية وخبرات من تجارب الآخرين استشعرتها. الديوان الثاني ده كان اسمه وتسألني أين الشمس. الديوان ده بيضم مجموعة من القصائد الوطنية، أنا المصري يا سادة اللي بنى مصر. فاجئتنا الدكتورة علا أنه ديوان وتسألني أين الشمس تصويرها الشخصي بالموبايل الشخصي بيها في جنوب سيناء في سانت كاترين بالتحديد. الديوان الثاني الفراشة اللي بتحاول تنطلق رغم الحجر الشديد اللي بيكبلها. الحقيقة الديوانان فيهما يعني دلالة جمعت ما بين ما هو عاطفي، ما هو إنساني، ما هو شخصي، ما هو وطني. كل قصيدة منهم بتحكي موقف إنساني معين. القصائد متصاعدة، لها التأثير بتاعها أو الصور الفنية بتاعتها متصاعدة. هي تجيد اختيار الكلمات، تجيد الإلقاء، وتجيد التعبير عن الحالة الإنسانية. شاعرة ممتازة متمكنة من أدواتها، لا تكتب إلا بإحساس صادق جدا، ولا تهتم بشيء غير إنسانيتها وإنسانية الآخرين. الألفاظ جزلة سهلة، أحسست أني أسبح في المعاني مع الشاعرة التي تسبح كالفراشة، لا تعيقها أي ألفاظ وصولا إلى المعنى. وهي من صغرها كانت دايما تحب الشعر وتحب اللغة العربية جدا، والحمد لله باباها نمى فيها الموهبة دي، وكانت النتيجة اللي أسعدتني لولادي وشرفتني. أنا المصري وعشق مصر في دمي، أنا المصري وطيب الكلام في فمي، أنا المصري لثرى العروبة أنتمي، أنا المصري يعرفني جميع الناس، فدائي وأحمل مصر في روحي كما النبراس. عنوان أكثر تشويقا ومضمون أكثر جاذبية، يحمل الكثير من الأفكار والمعاني للإبداع الأصيل. شنودة سعد، 90 دقيقة، قناة المحور.